بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل بقى إلى النوع الثالث من أنواع الكونسترينز أو أنواع القيود اللي يمكن تطبيقها على قاعدة البيانات عندي، وهو اليونيك كونسترين. اليونيك كونسترين يا شباب هو كونسترين أو قيد أطبقه على فيلد أو أكثر، بغرض إن أنا أحتفظ بالقيم بتاعة الفيلد ده قيم أحادية، قيم لا تتكرر. يبقى أنا لو عندي عمود أو كولوم، عاوز اتاكد ان القيم اللي بتذكر في هذا العمود او هذا الفيلد لا تتكرر، فبطبق عليه اليونيك كونسترين. واحد يقول لي انت الكلام ده قلته هو اثناء اما كنا بنتكلم عن البرايمري كي. انت قلت لنا برضو ان البرايمري كي كونسترين بيضمن ان الفيلد ده قيمه لا تتكرر. اقول له الكلام ده صح، لكن في فرق جوهري بين البرايمري كي واليونيك كونسترين. البرايمري كي كونسترين يا شباب على الاطلاق لا يقبل نال فاليوز، كانوت كونتين نال فاليوز، غير مسموح ابدا ان انا احط فيه نال فاليو. لكن اليونيك كونسترين بيسمح ان انا ادخل فيه نال فاليوز، بس بشرط ان النال فاليو دي تكون مره واحده. طب ليه مره واحده؟ عشان نضمن ان القيم اللي موجوده في الفيلد كله قيم يونيك، ما اتكررتش تاني، صح؟ يبقى ادي الفرق الجوهري بين البرايمري كي واليونيك كونسترين. اليونيك كونسترين يا شباب زيه زي اي كونسترين اتكلمنا عليه، ممكن اضيفه اثناء انشاء الجدول باستخدام الكريت تيبل ستيتمنت، او اضيفه بعد انشاء الجدول باجراء تعديل عن طريق استخدام ايه الالتر تيبل ستيتمنت. طيب خلينا نشوف، لو انا عاوز اضيف اليونيك كونسترين باستخدام الكرييت تيبل ستيتمنت، زي ما حضرتك اتعودت بالظبط، هتعمل كرييت تيبل وتكتب اسم التيبل نيم وتفتح القوسين، ثم تذكر كل الاعمده او الكولومز، طبعا كل كولوم ونوع البيانات بتاعته، وطبعا زي ما اتفقنا الكولومز مفصوله عن بعضها بالكوما. بعد ما خلصت خالص كل الكولومز اللي عندك، هتبدا تذكر الكونسترين. فانا بقول كلمه كونسترين، الكلام ده لو تاخد بالك تيبيكال اللي قلناه قبل كده مع البرايمري كي والفورين كي. ثم اذكر اسم الكونسترين، ثم نوعه، في حالتنا دي نوعه ايه؟ يونيك. وبعدين بفتح القوسين واحط فيهم اسماء الفيلدز او اسماء الاعمده اللي انا عاوز اطبق عليها الايه؟ اليونيك كونسترين. تعال نشوف مثال. هنا مثلا انا عاوز وانا بسجل بيانات الكاستمر، هاجي على الفيلد اللي اسمه الموبايل نمبر ده، وعاوز اخليه ان هو يكون يونيك، عاوز رقم الموبايل يكون يونيك لا يتكرر. فبقول كرييت تيبل اسمه كاستمر، وافتح القوسين وحطيت الفيلدز العاديه بتاعتك، ان في كاستمر اي دي، وان في كاستمر نيم، وان في موبايل نمبر، وكل واحد بنوعه، ثم الكوما، وبعدين ببدا اذكر بقى الكونسترين. فبقول انا عندي كونسترين اسمه، انا هسميه هنا يوني كاستمر. طبعا زي ما اتفقنا الاسم ده يرجع لك، بس مهم يكون ايه؟ يونيك، ما اتكررش قبل كده الاسم ده. وبعدين حددت نوع الكونسترين، فقلت ان نوع الكونسترين هنا يونيك. فبيقول لي السؤال المعتاد، عاوز تطبقه على اني فيلد؟ فانا بفتح القوسين وبحط الفيلد اللي انا عاوز اطبقه عليه. انا عاوز اطبقه على الفيلد بتاع الموبايل نمبر، فعشان كده كتبت بين القوسين هنا ايه؟ موبايل نمبر. تعال نجرب الكلام ده. انا هقول اهو create table، راجع معايا بقى انت عارف كويس، customer ادي اسم التيبل، الفيلدز اللي عندي customer id ده نوع number وفي 5 مثلا، وعاوز اخليه not null، كوما عندي الكاستمر نيم ده نوع اوفر كاركتر 2 في مثلا 50، ونوع نوت نال او الكونسترين عليه نوت نال، يعني انا محتاج قيمته تكون موجوده، وعندي الموبايل نمبر انا هخليه فار كاركتر 2 وفي 15. خلصت الكولومز اللي عندي، فبقول كوما وبعدين ابدا اذكر الكونسترين. فبقول انا عندي كونسترين وبدي له اسم، فانا زي ما اتفقت مع حضراتكم انا هسميه يوني كاستمر
ثم بحدد نوعه، فانا بقول ان نوع يونيك. فيقول لي طيب انت هتطبقه على اني كونستري، على اني كولوم، فبقول له هطبقه على الكولوم اللي اسمه موبايل نمبر. انا كده بالحركة دي يا شباب قلت انا عاوز الموبايل نمبر ده تكون القيم اللي فيه قيم احادية لا تتكرر. طيب خلصت، فبحط سيمي كولون وادوس انتر، قال لي تم تكوين الجدول. تمام يا شباب، واضح؟ يبقى ادي اول طريقة في اضافة اليونيك كونسترين. طيب الطريقة الثانية اللي هي بعد ما تم انشاء الكونسترين، فبستخدم مين؟ الالتر تيبل ستيتمنت. برافو عليك. فانا بستخدم الالتر تيبل ستيتمنت ازاي؟ زي ما انت اتعودت، ادي الالتر تيبل واكتب اسم التيبل ثم اد كونسترين. برافو، هي اللي احنا خدناها فعلا في البرايمري كي والفورين كي، كلامك صح. وبعدين كلمه كونسترين نيم دي اللي هي اسم الكونسترين، وبعدين يونيك ده نوعه، وافتح القوسين واحط اسماء الاعمده او الكولومز اللي عاوز اطبق عليها الايه الكونسترين ده. الكلام ده لو تذكر، او السطر ده من اول السطر الاحمر ده كونسترين كذا كذا، لو تاخد بالك هو اللي انت كتبته اثناء الايه الانشاء، زاد عليه بس اللي انت استخدمت معاه الالتر تيبل ستيت، صح؟ تمام. ففور اكزامبل انا عاوز اعمل الالتر تيبل اللي اسمه الكاستمر، عاوز احدث التيبل اللي اسمه كاستمر. ليه؟ عشان اضيف كونسترين. الكونسترين ده انا هسميه يوني كاستمر، وبعدين حددت نوعه ان هو يونيك، وفتحت القوسين وكتبت اسم الفيلد اللي انا عاوز اطبق عليه الكونسترين ده اللي هو مين عندي دلوقتي؟ الموبايل نمبر. طيب تعال نجرب بقى الكلام ده عملي. اهو انا هاجي اهو عاوز احدث الجدول اللي اسمه كاستمر عشان اضيف يونيك كونسترين على الفيلد اللي اسمه موبايل نمبر. طيب فهعمل ايه؟ فبقول انا عاوز اعمل التر للتيبل اللي اسمه كاستمر. طيب ليه عاوز تعمل التر؟ عشان عاوز اضيف كونسترين. شايفين يا شباب؟ اللي بقوله هو اللي بكتبه. اسمه ايه الكونسترين؟ انا هسميه يوني كاستمر. طيب نوعه يونيك، هتطبقه على اني فيلد؟ انا عاوز اطبقه على الفيلد اللي اسمه موبايل نمبر. خلصت، حط سيمي كولون وادوس انتر، قال لي تم تبديل الجدول او تيبل التر لو انت عندك نسخه انجليزيه. تمام، يبقى ادي احنا كده اتعرفنا على ازاي نضيف اليونيك كونسترين اما اثناء الانشاء باستخدام الكريت تيبل، او بعد الانشاء بتاع الجدول باستخدام الالتر تيبل ستيت.